إحدى قريباتي تشتكي لي من زوجها، تقول والله ما بقي شيء في خدمته، في خدمة أولاده، في بيته إلا فعلت. تقول وسبحان الله ما شيء يملعي، دائما في سخط علي. تقول ما بقي شيء، استنفذت، أحرقت نفسي حرق. تقول حتى أني في صلاتي أحيانا أفكر كيف أرضيه. قلت ولن ترضي ولن يرضاك ما دام حتى وأنت بين يدي رب العالمين تقرئين كتاب رب العالمين وتفكرين كيف ترضينه، لن ترضين ولن يرضين. جرت الحل. قلت الحل ما مطلوب منك ترضين الناس كلهم، تحرقين نفسك من ساعة؟ قالت كل الساعات معروضة. قلت أبغى ساعة في ثلث الليل الآخر تقولين يا ربي لا أسألك إلا رضاك، وتبدين تسعين كله بس عشان يرضى سبحانه وتعالى. إذا رضي بيرضي الكل، حتى الملائكة يرضيهم عنك، حتى جبريل يرضى عنك. ملائكة يطوفون في 70,000 البيت معمور كلهم بيدعون. قالت غيره؟ قلت ما في غيره. قالت هذا طيب في دليل في القرآن؟ يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إيش بعدها؟ من اللي جعل؟ من اللي جعل؟ هو ولا إحنا بتعاملنا جعلنا مودة؟ لا، وجعل هو. إذا ما جعل هو والله لو أسعى الليل نهار ما يصير. مسائل القلوب ما يملكها إلا الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لكن في واحد إذا أراد يؤلف ولكن الله ألف. قلت القضية عند رب العالمين، نهيب عنده. أنت أرضيه يرضيك الله عز وجل بكل شيء. واحد جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. راحت بعد شهر، هي من محارمي إلا تجي وتقبل رأسي، إلا تجي تقبل رأسي. أنا ناسي الموضوع. قالت أقسم بالله أني ما أسوي 20% من اللي كنت أسويه أول، وأقسم بالله أنه صار يسوي لي أكثر من اللي كنت أسوي له بضعاف بضعاف. تقول صار عندي هم أني أرضي رب العالمين. وفي معادلة في القرآن جميلة، رضي الله عنهم بس بتوصل، هذه بتوصل كل شيء ما قدرت توصل له ولا بتقدر توصل، بيوصلك اياه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كذا كنت قبل البارح مع الشيخ محمد حسين.